موسم الحج خلاص قرب، وبيعتبر هو من أهم المواسم الدينية الخاصة بالمسلمين، واللي بيحرص فيه ناس كتير عاوزة تزور بيت الله الحرام. لكن تكاليف الحج مكلفة جدا، وفي ناس ما بتبقاش قادرة تدفع أو تجيب تكاليف الحج. بس في الفقرة دي هقول لكم لكل اللي نفسهم يحجوا السنة دي إن بنك مصر بيقدم لكم قرض الحج والعمرة، وبيوصل فترة تسديد القرض ده لحد 10 سنين كمان. لو عايزين تعرفوا التفاصيل تابعونا. حابب افكركم اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يعمل سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، وفولو على صفحتنا على الفيسبوك علشان يوصلكم كل جديد من اخبارنا اول باول. بيقدم بنك مصر خدمات مصرفيه كتير جدا لعملائه، منها قرض الحجه والعمره، وايه هو مزاياه وازاي تقدر تقدم عليه. بيتم منح التمويل لجميع المواطنين المصريين بالشروط اللي هقولكم عليها دلوقتي. فللموظفين بيبقى بتعهد جهه العمل بتحويل المرتب او القسط الشهري، او للموظفين بموجب اثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية وأصحاب أو مستحقين معاشات بتعهد تحويل المعاش، وكمان أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب. طب إيه هي الشروط العامة للقرض ده؟ بيكون بسعر عائد تنافسي، والحد الأدنى لعمر المقترض 21 سنة، والحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج بيوصل لحد 400,000 جنيه، بس طبعا بيكون بشروط محددة. والحد الأدنى لقيمة القرض بيوصل ل 100,000 جنيه، وبرضه بيكون بشروط محددة، ونسبة التمويل بتوصل لحد 100%، ومدة التمويل بتوصل ل 120 شهر يعني حوالي 10 سنين. نيجي بقى للمستندات المطلوبة اللي تقدر بيها تقدم على القرض. فالمفروض يكون معاك صورة من بطاقة الرقم القومي بتاعك، وتكون لسه ما انتهتش، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل سواء غاز أو كهرباء أو مية أو تليفون، وعرض سعر معتمد من الشركة أو الشركات. أما بالنسبة للموظفين فلازم يبقى معاك شهادة مفروضات الراتب بتاعك وتعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط الشهري، ده في حالة تعهد جهة العمل بتاعتك. اما بالنسبه لاصحاب المهن الحره والانشطه التجاريه والصناعيه، فبيكون معاك صوره من البطاقه الضريبيه، صوره ترخيص او تصريح مزاوله المهنه للمهن الحره، وصوره مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، وكشف حساب بنكي لمده 6 شهور. اما بالنسبه لاصحاب ومستحقين معاشات، فبيان بقيمه المعاش بتاعك او بيان بالمستفيدين من المعاش في حاله مستحقين معاشات، وتعهد بتحويل المعاش الشهري، ده في حاله تعهد جهه صرف المعاش بالتحويل، وبيمنح العميل وثيقه تامين مجانيه على الحياه طول فتره عمر القرض. كده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، يا ريت تقولوا لنا رايكم فقرة النهاردة، سيبونا رأيكم في الكومنتات. أشوفكم فقرة جديدة إن شاء الله.